هو كالفير في هجوم يلعبوا اليوم اساسي. عندما انتصرت امام بوليفيا بخماسيه نظيفه في حين كذا هي الفرق الكبيره الموجوده في امريكا. بيرو مشاهدينا الكرام ريكاردو غاريكا ياتي الى سته امامهم، راح تجد عندك انت ريناتو تابيما اللاعب الذي يصل الى ال 35 سنه، لاعبا لسيسكا بالميراس، وهنا لدينا الكره التي تلعب لكنها بعيده، ذلك ايضا في المباراه النهائيه. غير ذلك ايضا شاهدنا هم تشوف مثلا انت دوغلاس لويس حاضرا في وسط الملعب مع خادم من الخليج من الهلال، حب وحده في مرمى ويفرت تحدث ويتكلم بالكره تنجم، الله للبيرو، الله على بدايه البرازيل ويسجل الهدف الاول من خلال البيرو. هذا كوتينيو يلعب الكره الاماميه طالت الى خارج ارض فارفان جيفرسون لاعب الخبره اللي راح يكون له دور كبير. جارسون يحاول الان الضغط العمل حتى الان جايك، ويا له من ضيف ثقيل جدا. مباراه وديه في 2019 في مقطع، شوف تحرك كاريو، شوف شوف الكره، شوف وضعها على المستوى الدفاعي، تبديل اضطراري مع اللودي يلعب ساندس، مباراة دولية. لويس في الجهة اليمنى خطيرة ممتازة جدا لمصلحة البرازيل، وإلى أن تكون أو يكون تشارسون في موقف تسلل هذه الكرة تعادل لولا تألق حارس المرمى. أنا أعتقد أنه ممكن على مستوى الفار لساعة وربع ساعة بيرو تتقدم بهدف مقابل أندري كاريو، كرة أمامية تصل لمصلحة البرازيل في الجهة اليمنى، شوف الضغط، ثلاث برازيليين يفتك الشغل البرازيلي اللي الممتع عادة، يعني اللي يشوف فيها الحكم انه لا عادية ما فيها شيء، لكن بعض الاخطاء نعم. كوتينيو مرة اخرى يلعب الكرة العرضية لكنها في النسخة الاجمل كانت مع بورتو، هنا لدينا الرأسية الى خلال الجهة اليمنى، الضغط الذي ياتي من كاس، حتى الان المعطيات لا تشير الى ذلك، وهنا لدينا رولي ثاني الاهداف التسديده، لكن هذه المره يتواجد البرازيل بل يهدد البرازيل، وحتى الجانبيه تلعب الكره الاماميه ناحيه كاريو لكن مصلحه البيرو 25 اماميه، الضغط الذي ياتي من دوغلاس لويز والخط العب لمصلحة اللاعب يوشماسية موجودة، الكرة الحاضرة وين ركلة الجهة برازيلية، كوتينيو نيمار داخل منطقة خلينا نشوف الإعادة ومعها قلوب تيتي أعتقد في اللقطة الماضية، يتقدم نيمار، هل يسجل نيمار الكرة كيلبيرو في اللقطة الماضية، ياتي هدف للنجم كاريو وهدف كذلك بالراس، كاسيميرو يتدخل، الضغط الموجود، الخطا الصافي، سليمه للثاني لكن المنتخب البرازيلي، لكن شوف العمليه هي عمليه ضغط على للسيلفار، وهذا خوليو يعني التي كانت في الجهه الكل متوتر، الكل ينتظر، طالت الامور، جلاس لويس يحاول المرور، يمر بصوره ممتازه لكن بيرو، شوف هنا التدخل اللي كان موجود، السقوط في ارضيه الملعب، ديز بصوره ممتازه للغايه، والان يتواجد معتي اصحاب الارض، الكره التي تلعب اماميه راسيه فرفان، الكره ورمية الجانبيه داخل منطقه للبيرو في الجهه اليسرى، ارضيه موجوده راسيه بطاقه الصفراء الاولى في المباراه بعد توتابيا لاعب سيلتا فيغو، كاسيميرو يسدد كرة قوية لكنها في هذا نيمار وسط زحمة وسط أسماء، الضغط الموجود على لودي اليسرى، يتقدم لودي لكن برافو لوي اليسرى ناحية لودي بشكل كبير، تلعب الله تسديدة أرضية ولا زالت الخطورة موجودة، وهنا لدينا تعود إلى دانييلو، تلعب الكرة العرضية تتحول إلى مصلحة كاسيميرو، لكن هناك راية برازيلي، راح نشوف الآن الكرة تلعب عالية داخل منطقة الجزاء، تدخل ملعب لعيبة المنتخب البيروني بهدف كاريو.
بين الفريقين. سجل مبكرا البيرو عن طريق بعد هذه الكرة والخطأ لمصلحة المنتخب البيروفي. تبعد أول تياغو سيلفا، لودي، كاسميرو، دوغلاس لويس، كوتينيو حاضرا متواجدا في هذه 22. هذه الأسماء التي ستلعالم. هذا الأمر لم يحدث على المنطقة، خطيرة جدا. نيمار يبحث عن مين يجد دوغلاس، تازة جدا من كاسيميرو، وصلت إلى نيمار، الخطر كله. فيتحرك نيمار في هذه المباراة، أمر غريب اللي يسوي نيمار، يحاول تأخر، لا زالت الله على كرة خطيرة لضية تياغو سيلفا بصعوبة، الإبعاد موجود، الثاني يقترب وعد ووقع وسقط في أرضية الملعب، ينقل لكوتينيو، وصلت خطيرة، محاولة، نعم هي حاضرة موجودة، خطأ من مسافة بعيدة. تقريبا نيمار يعني يدوب اعتلت العارضة 29-30 متر، كرة تلعب عالية إلى خارج أرض، المرور الحاضر في وسط الملعب، لكن لسه ماذا كوتينيو قليلا بعد تدخل دانييلو. يعني هذا برازيلي اللي شوفت الجزاء مبعدة يعني تسديدة صدت في مين؟ في رودريجو. ثاني 2-1 لأصحاب الأرض، الثاني عن طريق ريناتو تابية، وكأنما يعول الكثير في هذه المباراة. خطأ موجود لمصلحة لودي، لودي يلعب الكرة العرضية، أرضية لكنها أيضا مبعدة إلى خارج، بوجود لودي، بوجود كذلك ريتشاردسون، ولا زجاجة اليسرى، خطيرة للبرازيل لكنها أبعدت في اللحظة الأخرى. تسجل بيرو، تعادل البرازيل هذه الكرة العالية، رأس مصلحة ريتشاردسون، إذا ريتشاردسون يسجل هدف التعادل. نيمار تلعب عالي على القائم الثاني لتياغو، البرازيل فعل ذلك، البرازيل عن يعني هل مستوى التحقق من هدف البرازيل الثاني؟ نعم هدف سليم لمصلحة البرازيل. هكذا هو دخل لنا 2 إيفرتون، إيفرتون بنفيكا الاثنين و يا البيرو. كرة أمامية، خطأ موجود، لاعب مانشستر يونايتد الجديد اللي ما يبحث عن مسألة المرور، يجد تياغو، هذا فرفان اليمنى، دوغلاس لويس عند الكرة مع لويس إدفينكولا، سقوط كان في أرضية نعم تصل في الجهة اليمنى، إيفرتون عرضية وصلت هنا، لدينا بصورة ممتازة في الجهة اليمنى وتسديدة والاستحقاقات القادمة. شوف 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 هذا تين نيمار لثالث أهداف البرازيل. نيمار تتعلم من الدرس الأول، هذا هو الدرس تاريخيا وسط عمالقة وسط أوس، لكن من يستفيد يا جاليس؟ الملعب تستحق أن تخرج بنقطة في هارانو. شوف لا هذه الكرة، مش صفرة حمراء، مش اللقطة الماضية لتعمد الإذام. إيفرتون في هذه الأمسية يقولون لكل مجتهد نصيب، بعد ذلك تركت إلى القائم أراوخو. الهاتريك يا نيمار بعده في عشاق السيليساو في الوطن العربي. نعم